أنا كنت متخيل زمان إن سن معين هو اللي عاشق الحاجات دي، اللي هو قريب من سني، اللي هو الجيل اللي أنا اتولدت فيه ده يعتبر جيل يعني محظوظ وغني جدا، لأن إحنا اتولدنا في حقبة ظهر فيها تقريبا قمة أو نهضة جميع الفنون. اكتشفت إن في ولاد بقى الصغيرين في السن في الوقت اللي احنا قاعدينه ده راجعين تاني للفترة ديت وعاشقين الوقت اللي احنا عشناه ده لدرجة J'aime lequel? Si profondément que quand on pose la question comment, je me trouve recherchant les mots. Mais moi, tu vois, moi, c'est les gens que j'aime, pas les pierres.